اسلمتكم. دونك اليوم باش نقراو على الستركتور نتاع لي زونتيكور. دونك القراءه على الستركتور نتاع لي زونتيكور حاجه مهمه باش نعرفوا كيفاش يخدموا، باش نعرفوا كيفاش الشيء نتاعهم يمشي به. دونك لونتيكور كما تعرف في التصويره هي بروتين، بروتين تجمع تيرات. ديجا تروا انه فيها هوني جروبمون مثلا سي او اتش، جروبمون ان اتش 2، دونك سون دي اسيد امينين. باه دونك كيما فهمنا قبل فيه دو بارتي. فما بارتي هوني فوقانيه تتسمى فاب، اللي هي وين باش تصير فيها ليزون تاع الانتيجين بالضبط، وين باش تصير دونك فوق البارتي هذه، اوكي الحفره اللي وين باش يجي عليها الانتيجين. اما البارتي اف سي اللي هي باش تعملنا رياليزاسيون تاع لي فونكسيون بيولوجيك. دونك لي فونكسيون بيولوجيك كيما نعرفو تاع لي زونتيكور برشا مش كعبه بركه. دونك مثلا هوني عندنا سيت للفيكساسيون تاع الكومبليمون، هوني عندنا فيكساسيون وين السيلول تنجم تتفكسا بالطبيعه باش تعمل فاجوسيتوز، تنجم تعمل زاده الدي سي سي اللي هي دونك الانتي بادي ديبندنت سايت توكسيسيتي. دونك تجم مثلا نتروفيل تسيب لي ميدياتور نتاعها، اون فوا تسيب لي ميدياتور نتاعها اللي هما تري توكسيك، دونك اون فوا تفكسي السيت هذايا. باه دونك ستركتور نتاع لونتيكور متكونة من دو شين نتاع بروتين، معناها دو بروتين اللي هما ليي. الشين الاولى تسمى هيفي تشين، دونك شين لورد هذي هكايا، هيفي تشين ولا شين لورد بالفرنسي. فما شين اخرى اللي هي نسميوها لايت تشين، لايت شين اللي هي شين ليجير. باه دونك كيما تراو هاللي دو شين ان سون ليي، ليي دي بون دي سلفور كيما تراو هوني. اون فيت هالستركتور كامله كيما تراو معبيه باللي بون دي سلفور باش نلقيهم بين بعضهم. حتى مثلا هوني لي دو الزوز هيفي تشين ملقيين ببعضهم دي بون دي سلفور. باه حاجه اخرى في وسط هالستركتور فما حاجات اللي هما كونستانت، فما حاجات اللي هما فاريابل. اش معناتها كونستانت وفاريابل؟ معناتها كان نشدو انيزوتيب معين نتاع اونتيكور بالنسبه للبارتي كونستانت، اش معناها نبدا الاول؟ اذا كان نشدو انيزوتيب معين، اش معناتها ايزوتيب؟ معناتها مثلا اي جي جي ولا اي جي مثلا، نقول نشدو لي جي جي الكل باش نلقاو عندهم نفس البارتي كونستانت. كيما تراو هوني لي بارتي كونستانت يتسون ماركي باللتر سي، دونك هوني عندنا اون بارتي كونستانت، هوني عندنا اون بارتي كونستانت، هوني عندنا اون بارتي كونستانت. دونك كان نلاحظو انو الشين اللي هي لورد عندها 3 بارتي كونستانت، دونك سي اتش ا، دونك سي هيفي تشين 1، سي اتش 2، سي هيفي تشين 2، وسي اتش 3، سي هيفي تشين 3. دونك 3 بارتي كونستانت. لاحظوا ان 2 بارتي كونستانت منهم عندهم دي فونكسيون بيولوجيك. باه كيف لايت تشين عندها بارتي كونستانت، دونك هوني كونستانت في اللايت تشين اللي هي كيف يقابلها من جهه اخرى كيفها. دونك هذوما دي بارتي كونستانت حاجتنا بهم يقعدوا كونستانت على خاطر اون فيت كيما تراو باش يرياليزيو لنا دي فونكسيون بيولوجيك، ما نحبوهمش يتبدلوا، نحبوهم يقعدوا كونستانت باش الكومبليمون يقعد يعرفهم وباش لي سيلول يقعدوا يعرفوهم. باه بورتون بالنسبه للجهه اللي باش تقابل لونتيجين، هوني باش يجينا لونتيجين، هوني زاده كيف يجينا لونتيجين، عندنا قداه من لونتيجين؟ اون فيت عندنا اون انفينيتي نتاع دي زونتيجين. دونك هذه البارتي كل مفتاح، دونك كل مفتاح والقفل ماذا بينا المفتاح نتاعنا يتبدل لنا حسب القفل. دونك هوني نقولوا القفل نتاعنا لونتيجين هو المفتاح، دونك المفتاح باش يتبدل وحاشتنا القفل نتاعو يتبدل سينو المفتاح. هذاك علاش هذه ستركتور اللي هي باش تقابل لونتيجين لازم تكون فاريابل باش تتبدل لنا في كل لونتيكور. وهذا كيفاش باش نتعرفوا على قداه من لونتيجين؟ باه دونك هذا هو البرانسيب. دونك في الهيفي تشين كيف عندنا بارتي فاريابل، دونك فاريابل اتش فاريابل هيفي تشين، كيف في اللايت تشين عندنا فاريابل ال، دونك فاريابل لايت تشين. باه دونك توا باش ناخذ تصويره باش نكبروا شويه، باش ناخذ هذه اللايت تشين باش نعملها زوم كنرى هذه ستركتور بروتيك سميوها. دونك ستركتور بروتيك كما ترى هوني هذه هي الكونستانت لايت تشين اللي كنا نراها هوني، كما تراو هوني زادا هذه هي الـ variable light chain اللي كنا نراوها هوني. باه بخلاف هذايا دونك هوني بالضبط وين باش يركب لي لونتيجين. لاحظوا ان وين باش يركب لونتيجين فوق الـ variability العادية اللي لاحظوها هوني في الـ VL، فما ريجيون سميوها hyper variable. وهاللوجيك انه ماذا بينا نلقاو ريجيون hyper
بير فاريابل هوني من وين نلقاو لونتيجين؟ أيه لوجيك. علاش لوجيك؟ على خاطر احنا عندنا قدر من لونتيجين وباش نجمو نصنعو قفلة على كل لونتيجين ماذا بينا تكون عندنا إيبر فاريابيليتي، أنو المقافل نتاعنا يكونوا بأشكال متعددة باش نتعرفوا على لونتيجين الكل في الدنيا. وهذايا اكزاكتو مش فما. دونك كيف كيف هذايا اكزامبل على اللايت تشين أنه عندها ريجون إيبر فاريابل، نفس الشيء بالضبط موجودة موجود في الهيفي تشين. في الهيفي تشين عندها نفس الفورمة نتاع اللايت تشين بالنسبة للجهة هذه. دونك عندك كيف من هوني ريجون يسموها إيبر فاريابل. دونك هذه تصويرة أخرى. دونك هوني عندك الهيفي تشين، هوني عندك اللايت تشين، وهذه دونك هوني الريجون إيبر فاريابل اللي كان تراهم كل كسوابع كسوابع الخارجين اللي هما وين باش يركب نتاعنا عندنا لونتيجين. دونك كسوابع باش يركب عليه لونتيجين، وبويسكو لونتيجين نتاعنا متعددين مختلفين ماذا بينا نصنع قفل الكل مفتاح، والمفتاح هوني نذكركم هو لونتيجين. دونك هذيك علاش المفاتيح هذوما سون إيبر فاريابل. شكرا لكم.